مرحبا، معكم سنة سالم، أخصائية في أرب ثيرابي. بهذا الفيديو رح نحكي عن صفات الحماية النرجسية وكيفية التعامل معها. ليه عم نحكي عن هاي الصفة، عن هاي الشخصية؟ لأن للأسف إحنا ما بنقدر نختار الشخصيات من حولنا. يعني أنا ما بقدر أقول فلاني بدي تكون حماتي أو فلاني يكون حماي، هدول بيجوا مع الزواج. فبالتالي ممكن بعد الزواج حدا فينا يكتشف انه واحد من افراد الاسرة الممتدة مش قادرين احنا نتوافق معه. هلأ نصير اصحاب كتير مش بالضرورة، لكن اللي ضرورة ونحاول قدر المستطاع انه يكون موجود، ان يبقى السلام، يبقى الاحترام موجود، لانه هاي العائلة الممتدة اساسية في حياتنا. فصح احنا ما بنقدر نختار انه يكونوا اصحاب ونكون اصدقاء ونكون امور تمام، لكن علينا ان نحافظ على هاي العلاقة حتى تبقى علاقة فيها سلام وفيها امن وفيها دفء قدر المستطاع. من صفات الحماية النرجسية انها متسلطة جدا، بدها تتدخل بكل اشي، بكل التفاصيل، بكل كبيرة وصغيرة، حتى بوين تسكنوا، بايش تعملوا، بايش تاكلوا، كيف تربوا الاولاد، بولادكم، خيارات لها بعلاقة بولادكم. واذا لم يتم اخذ رأيها بهذا الشأن بتقوم الدنيا وما بتقعد عندها. للأسف من صفاتها للحماية النرجسية انها بتحب تقلل من قيمة الناس من حولها، فبالتالي عندها انتقاد جدا عالي، وقد يكون للأسف لازع. ليه؟ لأنه هي كحدا للأسف عنده اضطراب شخصية نرجسية، بيظن أنه هو بيعلى قيمة وبيعلى مرتبة لما يقلل من قيمة الناس من حوله. للأسف من صفات الحماية النرجسية أنه دايما هي يا إما بمود بنمط الهجوم يا إما بنمط الدفاع، يعني يا قبعة الهجوم يا قبعة الدفاع، غير هيك ما في عندها، فكتير دفاعية وكتير هجومية. وبالتالي لأنها هيك للأسف مهارة التعاطف عندها مش موجودة، ما بتعرف تظهر تعاطفها للآخرين، ولا تظهر دعمها للآخرين، ولا تظهر تقبلها للآخرين. هي بس بدها تستقبل، وأهم إشي بالنسبة إلها إنها تستقبله هو الإعجاب. فيعني إذا أنت الصهر ولا أنت الكنة وعندكم حماية للأسف نرجسية، فبالتالي واحدة من طرق التعامل معها إنكم تظهروا الإعجاب لإلها، تظهروا لها قيمتها، تظهروا لها إنه رأيها مهم. بالتالي هيك شوي الدنيا بتروق معها وما بتعلن الحرب عليك. واحدة من الطرق التعامل معها إنكم تتقبلوها كما هي، الموضوع مش شخصي، يعني رفضها إلك أو رفضها إلك ليس لأنك أنت أو أنت عندكم مشكلة، هي هيك للأسف، فالموضوع بخصها هو، يعني هي النرجسية، فبالتالي هي اللي عندها المشكلة، المشكلة مو عندك. فأنتوا افصلوا ما بين هي كشخصية وسلوكها وطبعها وبينكم أنتوا. من الطرق التعامل معها إنها بتفيد إنكم أنتوا تضبطوا الحدود، يعني يضل في حدود معينة بينكم وبينها قدر المستطاع، لكن يتم وضع هاي الحدود بتروي، بسلام، مش بمواجهة. لأنه مواجهة الشخصية النرجسية أو الحماية النرجسية بهاي المواقف للأسف رح يعمل كتير مشاكل بينك وبين زوجك أو بينك وبين زوجتك، يعني يعتمد مين فيكم اللي أمه هي النرجسية. واحدة من الأشياء الجدا مهمة إنك أنت لا تلومي حالك ولا تلوم حالك على فشل هاي العلاقة، أنت مش مسؤول عن هاي العلاقة ولا عن فشلها، أنت هي مشكلتها هي، فبالتالي أنت اللي بتعمل اللي عليك وما تشخصن الأمور. كتير مهم إنكم تتخلوا عن محاولاتكم في تغييرها، تقبلها كما هي واعتراف إنه هذا طبعها أسهل عليكم، لأنه محاولات التغيير محاولات ما رح تعمل إلا إنه يصير مشاكل أكتر. الإشي الوحيد اللي تقدروا تعملوه بهاي الحالة إنكم أنتوا تتعلموا كيف تحموا أنفسكم. ما بتقدروا تختاروها، وبتقدر كتير مواقف ما بنقدر نختار الناس اللي بحوالينا، في أشخاص مفروضين علينا، هدول الأشخاص المفروضين علينا هو خيارنا كيف نتعامل معهم، كيف نضبط العلاقات، كيف نضبط الحدود. نعم مزعج إنه يضل حدا حوالينا كثير الانتقاد، كثير السلبية، كثير الشكوى، كثير الهجوم،
كثير حتى التعبير عن الازدراء وعدم الاحترام نعم مزعج، لكن هذا سلوك خاص فيه، فالبيسوى انه نعمله انه احنا نتعلم كيف نحمي حالنا من هاي السلوكيات، لانه هاي السلوكيات هي تعكس قيمتهم هم، مش قيمتك انت او قيمتك انت كفرد. وكتير مهم نتجنب بعض العبارات المباشرة منها انه انا ما بحتاج رأيك، اسلوبك في التربية انت كان غلط، او حتى نحكي عن ابنها او بنتها بطريقة كأنه يعني مثلا ابنك طلع كتير رومانسي انا كتير مبسوطة، لانه هيك برضه رح نطلع الشر اللي فيها. فلا لا نمدح ابنها ولا بنتها بطريقة نطلع عن جد الشر اللي فيها للأسف. من الجمل مثلا انه ابنك او بنتك لما انا تزوجتها صارت كتير احسن، كتير غيرتها للأفضل، من العبارات اللي اكيد لازم نتجنبها معاها، انه طبيخك مش زاكي ولا طبيخك مش صحي. فعن جد عن جد ابدأوا بأنفسكم انه انتوا ضبطوا العلاقات واختاروا العبارات الصح اللي تحافظ على السلام اللي بينكم، والله يديم السلام والمودة بين الجميع.